علاش مثلا ديروش بحال الجيش الملكي وشوفوا الجيش الملكي اليوم كنقلبوا على النجاح ديال الفرق نشوفوا الجيش الملكي على مستوى كره القدم علاش نجح اشنو هو الاسباب والمسببات اللي خلات الجيش الملكي اليوم يتالق ويحسد الاخضر واليابس على مستوى الكاس العرش والبطوله علاش هذا هو السؤال يا هشام خويا نقول لك علاش ماديا الراحه بعدا ديال البنت مشات الدخول تلقى الملعب ديال مفرين الظروف العمل للمدرب وللاعيبه فوالا تيران زوين سونتر مزيان كيتخلصوا في الوقت بعد تسالي الكره ما تبقاش تخدم وهذه هي المهم النقطه هذه النقطه المهمه اللي خصنا نتكلم عليها ملي اللاعيبه كتسالي كره كتمشي علاقه كتلقى واحد العمل في الدرك الملكي وهذه اللي على الاقل كيسوفي لها لاسيزون حياتها لان ما كتكون خدامه في الدرك على الاقل مسكينه راه هي تقدر تتزوج دير وليدات دير مستقبل مي الا سالت كره وتوحدت شكون غيدير فيها؟ الا سالت كره شحال واحده مسكينه سالت كره من الان ما لا هي لاعبه كره لا هي تزوجات لا هي دارت لا دارت دارت وليدات لا هي استقرات علاش؟